السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. درسنا لهذا اليوم هو راح نديروا مجموعة تمارين جمع المذكر السالم، نتمنى يكونوا فاهمينه التلاميذ. سنقوم بالتمرين الأول. التمرين الأول، لاحظ، استخرج جمع المذكر السالم من الجمل التالية وبين مفرده. سنستخرج جمع المذكر السالم، نبين المفرد تاع الجمع المذكر. لاحظ معي، عندي مجموعة من الجمل: يخلص المعلمون في عملهم، المجتهدون ناجحون، يحترم الناس المبدعين، أثنى المدير على الناجحين المتفوقين، إن المفكرين يشاركون في بناء الوطن. سنستخرج من الجملة الأولى جمع المذكر السالم: يخلص المعلمون. أين هو جمع المذكر السالم؟ عندي المعلمون، هي جمع المذكر السالم. لماذا؟ لأنه اسم وتنتهي بالواو والنون وينتهي بالواو والنون. إذن المعلمون هي جمع المذكر السالم. سنضعها في الجدول، سنرسم جدول ونكتب جمع المذكر السالم ومفرده. مفرده ماذا؟ عندي هنا المعلمون، لماذا وضعنا الواو والنون؟ لأن مفردها المعلم، لأن مفردها المعلم وينتهي بالضمة. لقد درسنا سابقا أن الاسم المفرد عندما ينتهي بالضمة سنضيف الواو والنون. لاحظ معي، إذن سنكتب المعلمون. مفردها ماذا؟ المعلم، المعلم. ننتقل إلى الجملة الثانية: المجتهدون ناجحون. أين هو جمع المذكر السالم؟ عندي المجتهدون هي اسم، ناجحون أيضا جمع، جمع جمع. المجتهدون ناجحون، لماذا وضعنا هنا الواو والنون في المجتهدون؟ لأن مفردها المجتهد ينتهي بالضمة في النهاية. إذن جمع المذكر السالم هو المجتهدون، المجتهدون. مفردها ماذا؟ المجتهد، المجتهد. لماذا أضفنا الواو والنون؟ لأن النهاية الضمة. لقد درسنا سابقا أن عندما يكون الاسم المفرد ينتهي بالضمة نضيف الواو والنون، والموقع نفسه راح نكتبوها نفسها ونضيف الواو والنون. ناجحون أيضا جمع المذكر السالم، ناجحون جمع المذكر السالم. سنضيف مفردها ناجح، هي اسم ينتهي بالتنوين وتقبل التعريف، هي اسم. نكمل. صنفنا أين هو الجمع المذكر السالم. يحترم الناس المبدعين. أين هو جمع المذكر السالم في هذه الجملة؟ المبدعين. أحسنتم. إذن سنسطر على المبدعين. المبدعين هي جمع المذكر السالم. لماذا انتهت بالياء والنون؟ لأنها في المفرد تصبح المبدعة، ينتهي بالفتحة. يحترم الناس المبدع. إذن المبدعين هي جمع المذكر السالم، المبدعين. مفردها ماذا؟ المبدع، تنتهي بالفتحة، في المفرد ينتهي بالفتحة وهو اسم ألف واللام. نكمل. أثنى المدير، أثنى المدير على الناجحين المتفوقين. أين هو جمع المذكر السالم في الجملة هذه؟ أثنى المدير على الناجحين، الناجحين هي جمع المذكر السالم. لماذا وضعنا الياء والنون ولم نضع الناجحون الواو والنون؟ لأنها اسم مجرور في المفرد الناجح، أثنى المدير على الناجح ينتهي بالكسرة،
قلنا أنه عندما ينتهي بالكسرة في الأخير والفتحة نضيف الياء والنون. إذن أثنى المدير على الناجح المتفوق، وقبلها حرف جر أكيد يكون الاسم مجرور. سنبدأ. إذن الناجحين، ناجحين هي جمع المذكر السالم، مفردها الناجحي. المتفوقين جمع المذكر السالم، مفردها المتفوق. مفردها الم، لماذا وضعنا الواو الياء والنون؟ لأنها في المفرد المتفوق، في المفرد تنتهي بالكسرة. عندما تنتهي قاعدة، عندما الاسم المفرد عندما ينتهي بالضمة أضيف واو ونون، ينتهي بالكسرة أو الفتحة أضيف ياء ونون. راجعوها جيدا. عندي جملة أخرى. إن المفكرون مفكرين يشاركون في بناء الوطن. إن المفكرين، أين هو جمع المذكر السالم؟ عندي المفكرين. لماذا انتهت بالياء والنون؟ لأن في مفردها تصبح إن المفكرة بالفتحة. إذن سنكتب المفكرين. راجعوا جيدا. المفكرين مفردها المفكرة. ننتقل إلى تمرين آخر، التمرين الثاني. لاحظ معي، اجعل ما تحته خط جمع مذكر سالم. عندي هنا جملة، سنقرأ الجملة. يحترم الناس المخلصة في العمل. الناس المخلصة في العمل، هذه لتحتها خط سنحولها إلى جمع المذكر السالم. مادام انتهى بالفتحة، لاحظ الفتحة كيف تصبح؟ يحترم الناس المخلصين في العمل. المخلصة تصبح المخلصين بالياء والنون، لأن النهاية الفتحة هنا. الحل المخلصة، ماذا تصبح؟ مخلصين بالياء والنون. سلم محمد على الزائر، هذه النهاية الكسرة واسم مفرد، هذا سنحوله إلى جمع المذكر السالم، تصبح الزائرين. نهاية الكسرة تصبح الزائرين. المؤدب محبوب. المؤدبون تصبح، هي نهاية الضمة، سنضع واو والنون. المؤدب تصبح المؤدب نهاية الضمة. رأى صالح المسافر في المحطة. المسافر نهاية الفتحة، إذا في التحويل تصبح رأى صالح المسافرين، سنضع الياء والنون. المسافرين بالياء والنون، تكون ضمة هنا وضعنا الواو والنون، تكون كسرة وضعنا الياء والنون. راجعوا جيدا. اشترك الرياضي في السباق. الرياضي انتهى بالضمة، ستصبح الرياضيون، سنضع الواو والنون. إذن الرياضي انتهت بالضمة، الرياضيون. فهمت الآن؟
نكمل. عندي هنا العكس، هنا العكس، عندي هنا جمع المذكر، راح نحولو للمفرد. المستمعون، المستمعون، ها هي نهاية الواو والنون، مادام النهاية والواو مفردها تصبح المستمعو، المستمعو نهاية الضم. المشاهدون، النهاية الواو والنون، إذن مفردها المشاهد بالضم. المجدون، هي بالواو والنون، إذن مفردها المجد. المعلمون، نهايتها الواو والنون، إذن مفردها المعلم بالضم. عندما تجدون أعرف النهاية الضم. المتفوقين، الياء والنون، نهايتها المتفوقة فتحة أو الكسر. مسرورون، مسرور، نهاية الضم. كانت هذه تمارين في جمع المذكر السالم، راجعوها جيدا مع تمارينات أخرى. بالتوفيق إن شاء الله. لا تنسوا دعم قناتنا بجيم وتفعيل الجرس. بالتوفيق إن شاء الله.